مرحبا بكل من التحق بنا في استديوهات برنامج الماتين. على كما شفتوا بحثنا سيدة الأعمال مدام زينب البرقاوي. صباح الخير مدام. صباح الخير البنات. شحوالكم؟ لاباس؟ يعيشك. بون فيت دي ميغ. ان شاء الله كل عام كل امهات ان شاء الله سعداء وفرحانين بابنائهم ان شاء الله من الذريه الصالحه. امين يا ربي. دونك مدام اليوم باش نحكيو على حاجه جينيرال في بالي. باش نحكيو اليوم باش نحكيو على كيف لي نعملوا حوصله فيما يخص الستاير وتجميل الصالونات بالمخيدات وكيفاش اوندريس لا تابل، كيفاش نعملوا الطاوله في بيت الصاله، خاطر البعض ما تعرفش كيفاش تحط على الطاوله شنو اللي تحط، وتوا ولات انمطه جديده و... فهمت. وانواع أما هذا كل مازال كما تعرف بعد ما نرجعوا بحذا لشيف. الكوجينه تستنى فاطمه اكيد كيف ما قلت، باش نرجعوا مع بعضنا ونكملوا مع الشيف فتحيه الحلو والزينه نتاعو. والزينه نتاعو، الزينه نتاعو سهله ياسر ببساطه. نجي هنا نحط السكر فاني سمارت شيف فوق اصفر العظمه نتاعي، خاطر هو اللي باش نزين به البسكوي نتاعي. نجي نخلطه بالقدا بالقدا ونجيب الفوشه وندهن، يلزم نخلطوه مليح اصفر العظمه باش يذوبك السكر فاني وقت اللي فوق البسكوي يعطينا ريحه ونكهه بنينه ياسر. هذاك علاش انا ديما في البسكوي نتاعي نحط السكر فاني سمارت شيف. نجي نعمل دهنه باهيه على السيرفاس الكل كيما تراو فيها هكايا، ومن بعد نجي ناخذ الفرقيطه نتاعي ونزين بالفرقيطه ببساطه، بكل بساطه تشوفوها كيفاش تطلع الزينه نتاعها شكلها مزيان. ومازال مش هذا برك زينه، راهو بعد التطيب فما زينه اخرى يا ايوب. نجي هنايا ونجي نعمل شكل هكايا مدور ولا مجرح دوبلاش بالفرقيطه، نص نص دور هكايا، ونزوزو كوشه سخنتها 180 حتى لين يولي دغي بالقدا، نخرجوا ونزينوه مع بعضنا. يعطيك الصحه شيف فتحيه، احنا باش نرجعوا لك اكيد. مشاهدينا انا بعد ما حطيت الصوص بتاع المقرونه وحطيت في وسطها البوري، قلنا اليوم الحوت البوري حطيناه يطيب، اكيد المقرونه نتاعنا زاد اخترناها من عند ورده، قلت لكم مقرونه 5 سيريال من عند ورده، انا ديما نختارها على خاطر كيف ما قلت لكم تعطي برشا طاقه للبدن، فيها برشا انواع نتاع حبوب مختاره بالقدا بالقدا وتساعدنا برشا على الهضم. مع هذايا عندي سلطه، اليوم السلطه نتاعي خاصه شويه، عندي كعبه بطاطا قصيتهم مكعبات تخشين شويه، قليتهم خليتهم بردوا وتوا باش نحطوهم نبدو نعملوا بهم الجارنيتور نتاع السلطه نتاعنا. دونك هنا عندنا البتنجاله زاد كيف كيف قصيتها مكعبات وقليتها، تنجموا تشويها في الكوشه اللي ما يحبش المقلي، والبطاطا تصمتوها تولي صحيه اكثر خير من المقليه وانتم تختاروا. مع هذايا عندي طماطم قصيتها مكعبات كيف كيف، طماطم فرشكه تو تسخن الدنيا وقت الطماطم، وناخذ معاه شويه فلفل، فلفل اذا تحبوا مسكي معناها متحرحر شويه، والا نجموا تعملوا فلفل حلو اللي يقلقوا الحار. مع هذايا عندي بصل باش نحط كميه باهيه نتاع بصل معاهم، وما ننسوش الفخوماج البنين من عند مرياح، فخوماج 100% حليب، اخترت الفخوماج سيسيليان قصيته كيف كيف مكعبات نفس القصه هو والخضره، باش نخلطوا مع السلطه نتاعي، نحط معاهم شيشه معدنوس والا كسبر كان تحبوا، دونك الاختيار ليكم. مع هذايا نفوح شويه ملح، شيشه خفيفه فلفل اكحل كثرش، ونحط معاهم تون البدر، انا الفصوص نتاع تون البدر اللي بزيت زيتونه باش نزين بهم، والزيت في حد ذاته باش نفوح به السلطه هذه. هكا نحاول ناخذ الزيت الكل موجود في حقه التون، راهو زيت زيتونه اكسترا فييرج يقدموه لنا البدر في يرنخوا فيه التن نتاعهم يزيدوا اكثر بنا. هكا المكونات هذه الكل نخلطوها مع بعضها وباش نزينوها من بعد بفصوص التن اللي بقاو من عند البدر، وتاكلوا بالشفات نجموا تصمتوا لها عظيمه والا شوي زيتون، تكون عندكم سلطه مزيانه ترافق المقرونه بالبوري اللي حضرناها لكم. نمشيو لفاطمه. مشكورين اللي شاف، نرجو نعطيو الكلمه للمدام زينب البرقاوي، تفضل مدام. هذوما الصور اللي باش نوريهم لكم راكم تلقاهم على الصفحه نتاعنا برقاوي ريدو دو اوريجينال. هذه صاله كيفاش عملنا، هذه وريناها ونعاودوا نوريوها، خاطر البعض كيف نحكي ونقول سيستيم باتو يعرفوه فر طرف ولا يعرفوه على الطرفي، هنا حكينا عليه وعودنا لان الطلب كان كبير. كيفاش يا مدام برقاوي على ثلاثه؟ نعمل على ثلاثه ونعمل لا ديغراداسيون
أما طويل ولا قصير ولا من تحت، وإلا نعمل ثين كيف كيف والوسطاني قصير ونعمل لي بانو اللي فوق منه. هذايا فيما يخص الستاير اللي هما سيستم باتو بلوس لي بانو. هذه عندنا الستارة العادية، هنا باش نوريو كيفاش نجمو نعملو ألوان مع القريش. باغفوا كان نقول لك أخضر مع القريش تقولي لا ما يجيش. ها الستارة الأولانية كولور قريش بال، والا نعملوها ايفوار، ولا نعملوها كولور شامبان، ونعملوا لي بانو اللي هما هنا لي بانو ما عملناهمش من القماشات الخشينه، عملناه بالقماش ترونسبارون دونتيل في الفير، وزدنا اكل مخيدات في الاخضر، عملناها في قاعده عربي، وما بين اللاسيز واللاسيز حطينا اكل بوند الخضراء بور نو فير ان رابيل. جينا للطويولة حطينا دي تروك اون فيغ، راهو لارمونيزاسيون يلزمها تكون. هذه في الشروم تاعنا، هذه صالة بالصالونات اللي نبيعوا فيها. تنجم تحط خمسة مخيدات مع بعضهم، وكل بلاد تنجم تعملها أكلي أنا نجيبهم ديما، كنت عدة مرات أكلي جوتي دو تابل. أك الجوتي تعملها بلاد، هي شوارفسكي حليلتها تحطها. تعطي المظهر هذا والمنظر هذايا الحلول مزيان. طويولة هنا هذايا توا في حانوت، تصورها أنت في دار كيفاش باش تكون، سي سور باش تكون حلوة برشا. هذايا وقت اللي عندي الزاوية لونغ يقول لي مدام بركيو كيفاش نعمل؟ تنجم الزاوية تلم الزوز بانوات وتجمعهم مع بعضهم في الوسط وتعطي المنظر هذا. والبانو هذايا ما تنساش ديما اللي أنا نحكي عليه اللي يقول لو مارياج ما بين لوني والموتيف، ونزيدوا المخيدات. هكا نعملوا مخيدات اوني مخيدات موتيف. ونوبليي با كو مع القريش نجم نعمل لي غيوغ، جو ماغي مع الغيوغ نجم نعمل الباروك. هذايا وقت اللي نحب الستاره نزينها نكيفها بصفه اخرى، نحط اليمنى مسيبه سكون ابل لاشي، الاخرى نشكلها ببرا، ما شكلهاش بون برا سوبور دون برا. تقولي شنيا خصوصيه البرا؟ البرا تشد بارتي وتسيب لك بارتي، باغ كونتخ اك لومبراس تشد كيما القطه تلمها كلها. ولي زومبراس فما انواع، فما القصيره فما المتوسطه فما الطويله اللي نرفعوها الفوق. هذايا اش عملنا؟ لو مارياج دي دو كولور، الصاله عملنا لها الوان، عملنا الاصفر اللي احنا ديما نحكي ونقولوا يدخل الاضاءه ويعمل سكون ابل لو بيبس. معك المرآة اللي توا تخيز على مود، كل سالون يلزم تكون فيها مرآة ولا اثنين ولا ثلاثة، الدون دو ليسباس وتعطي دو لا كلارتي. وماذا بيك ماذا بيكم ما تعملهاش أمام الشباك باش ما تخرجش الطاقة الإيجابية، تخرجنا إلا السلبية. كانت حليلتها وكشوفوا الطاولة بعدكش أرجعوا ليها مش مشكل. هاد فوالا الطويولة هذيا حطينا شنو شنو اللي نحطه على الطاولات حتى اللي قبلها. نرجو اللي قبلها وائل كان تسمح. هذايا اللي وريتها لكم توتالوغ اللي هو خذينا الزاويه عملنا بانو بلوس بانو شكلناهم في الوسط. عندك الطرف الاخر اللي انهم دو كرون بي فيتري نعملوا ان بانو مش لازم يلصقوا. طونك احنا عندنا دو كرون سيرفاس ان اسباس كبير في لي بي فيتري اللي طل على بيسين ولا طل على ان جاردان، ماذا بينا نخليو متر ونص ما بين البانو الاول والثاني. بالله عليكم ما تقولوش لصقوهم، خاطر امبوسيبل تولي غوفيتمون دو فونيتر، كاينو غوفيتمون دو مور، يفو ليسي دو ليسباس. هذايا نوريو كيفاش وقت اللي عندنا دي ريدو فلويد حليلتهم هذوما دون دي زابارتمون. ما ننساوش لا بيل بلانت، ما ننساوش وقت تبدا صاله فاد ما فيهاش روح نضعوا لورونجي كيما نحطوا لو روز كيما نحطوا لو جون كيما نحطوا لو فير كيما نحطوا لو بلو، وهذوما حكينا عليهم العام وطوله. وما تنساش اك الشمعات اللي ولاو تخيز لا مود لو كرون بوكي. افون اون ميتي كو فاز، نحطوا فاز فقط، توا نحطوا برشا. توا حتى الأكتبة ولينا نحطوهم كيف تبدا الخطا الكتاب يا حلالته نحطوه. توا شنو اللي ولاو دي نيفو، كيف نحط على الطاولة نعمل دي نيفو. كيف نحط مثلا أنا جاية من الكوريدور عندي علجية، وإلا عندي أكل اللوحة اللي فيها زوز سويقات وريت عد مرات قلت سهلة عملينا، نحط دي نيفو ما عادش نحطو قط قط.
وتزينوا تبارك الله. واش ما عملت واجده هذه زاده كيف كيف، هذه الشروم تاع العوينه السالون قبيله وريتها بخمسه مخادد، تو نوريك وببلايد اخرى، تو نوريك ثلاثه مخادد ومخيده وبلايد ما عادش الابيض وما عادش طاوله صغيره، وريتك طاوله سيكل دو فيرساج عليه خاطر حطيت فتيات لوي 16. وقت نحط لوي 16 جو بو مي بيرميتر لو سيكل دو فيرساج، بمعنى عملت سالا موديرن الساقين نتاعها كرومي في الدوغي وحطيت معاها دو شيز دو ستيل، وهذا اللي نقول لك بوفوار ماغيي لو موديرن مع لو كلاسيك دو سورت ادوني حاجه حلوه ومزيانه. عندك لي فولتير، عندك لي ميدايون، عندك لو لوي 16، عندك لو لوي 15، عندك اللي احنا نسميهم شيز بيلوت، شيز بيلوت اللي تعطي الاجناب، هذوما راهو يخرجوا حلوين برشا. هذايا اللي قري عملنا توا تخيز لا مود وليو دي بليت توا تلقاو اك جلود، تلقاهم يتباعوا بارتو دو لا فوسفورور، تحط كم هائل هاكا عندنا اثنين بيض اثنين غوز، نحط المخيدات منا ومنا، نعمل ما يسالش في وراء الظهر، بما انها هي الغرفه ضويقه فيها بيت فطور بيت صال، حطيتك المرآة باش تعطيني الإضاءة والكب، حطيت الطويولة حافظة درس حطيتك الطويولة فيها الشمع، خذيت الطاولة الأخرى زينتها. هنا وقت اللي أنا نحب نعمل لي غيور لي موتيف وما نحبش طاولة، فما ناس تقول لك أنا ما نحبش طاولة نحب صوفا، إي باغ لا ميم أوكازيون نقعد عليها ونستعملها الطاولة، ممكنة ممكنة أهيا نعملوها هي صوفا، تنجم تقعد عليها، تنجم تستلقى تقعد وتحط سويقاتك عليها، كما تنجم تستعملها هي طاوله، زاده سي تخي زالا مود مش بشرطي نشري طاوله انا. هذا زاده كيف كيف في الشروم، صاله بيضاء، الطاوله فيها دو كولور، دو سورت اسكو انا نعمل الديكور هنا ونعمل الديكور هنا، راه مش لازم بشرطي هيفاز، تنجم تحايف كيف هذا، والمخيدات عملنا لي موتيف، لي فورم جيومتريك. وحطيناك البلايد ديما البلايد تخي زالا مود، سوا دو لا فوسفورور، سوا جلد معز، سوا جلد علوش، والا لي سانتيتيك اللي تلقاها مبطل، والا عاد كان تحب حاجه نوبل هي انشواروفسكي تاخذو تحطو منه ومن هنا. نجي للمخيدات اللي نعملهم بالريش، نجم تعمل هاكا اون ماري لو زيبر اللي هو يعني لا فوري بلوس ليليغونس اللي هو الفورور، على طاولة بيضة كبيرة وش حطينا؟ حطينا حسكة هيك، وحطينا ستاتويت زعما ما عادش بشرطي هي كان فاز نو، وحطينا لو بو بو اللي هو ورد ارتيفيسيال، ينوزا دوني هالمنظر. وما تنساش البلاد ملوحة من شيرة، راهي سي اون كروند كروند مود. هذه النصائح النجم نقدمها كل امرأة، نجم الصالة هي بنفسها تزيدها، تبدل تغير المخيدات، تبدل البلاد، تبدل لا ديسبوزيسيون، تجيب زوز كريسيات، تبدل على الطاوله، تولي الصاله ما عادش تتعقل. انا حبيت نصور وصورت ولكن ما عجبونيش انا تصور، ما جاوش باهين، تخدموا بالطول في عضب العرض، كيفاش ناخذ صاله فييرج وباش نبدا نحط عليها كم ونعطيها لك هي نفسها في ثلاثة ولا أربعة موديل تيب. فهمتك. بما دام الناس اللي تحب تتصل بيك لي شوروم زوين تليفوناتكم. قبل كل شيء ساعة نقول لهم عندكم برومو اللي تقول الخياطة بلاش والبوز بلاش حتى نهار 15 جوان بمناسبة عيد ميلادي. إي كل عام حيبقى خليك يا جي بليزونت، أما بالحق عيد ميلادي. حسيلو سويي نومبروز، بروفيتي دو هذا مهما كانت أنت فين تسكن، جابس فين تسكن، نجيو بلاش، نعلقوا بلاش، خيطوا بلاش، حتى لو كان جوان مدام، ميدام، لي شورومز عندنا العوينة. ما عندك القماش يعملوا حاجة بالفلوس ولا لا؟ اي هذاك شنو معناها مش ليه مش القماش ما باش نوضحوا له الناس يجيب لك قماش لا لا يا روحي تشريوا القماش
تشرو لي زاكسسوار، نخيطوا قماشنا بلاش، نعلقوا ردواتنا بلاش، نمشي لكم حتى الجابس الحدود بلاش، ما عادش ناخذوا حتى شيء. لمدة 15 يوم فقط، نانسيستي با، يخليكم ميدا، ما تحشموناش. لي شرومز نتاعنا هو عندنا في العوينة قدام تعاونية الحرس الوطني، بحذاها بيتك اللي فيها لي زاكسسوار ولي بلاد والمخيدات ولي زومبراس سوبر دومبراس بابي بان والزرابي. عندك شروم تاع حدائق المنزه، ثالث محل بعد المعرض. عندك شروم صفاقس كيلومتر 7 رو دو لافخان. عندك شروم تاع ثنيت المريزكا، اول فو روج 500 متر وبعده قدام لانتر موبل. ونقول لجماعة الحمامات أني تكون مدام برقي متواجدة كل يوم خميس ويوم سبت. أهلا وسهلا بكم، والديكور بليز ده كيف كيف تعبت لكم ديكوراتريس بليش صافي لونتون كل في تعبت ديكوراتريس بليش ولا ديكوراتور صافي لونتون، ومرحبا بكم وأهلا وسهلا. تلقوني يوم الخميس ويوم السبت في الحمامات. مرحبا بجماعة الحمامات وبالجمهورية التونسية لكم. باهي، تليفوناتكم هذا؟ الهواتف 98 53 13 83، وعندك 20 53 13 83، ومرحبا بكم لكم. يعيشك مدام زينب البرقاوي سيدة الأعمال والخبيرة في كل ما هو مفروشات وستائر. نشوفوا سبوت الخاصة بشركة جويس. دونك شركة جويس، أكثر معلومات عليها بيان سور تعطيها لنا الصف الجمازي. دونك فاطمة جويس ديما نذكروا أنه موجود في أربع نقاط للبيع، 4 بوان فونت، سكرة، نابل، ياسمي، الحمامات، وفي قليبات تلقاو فيها حوايج نساء ورجال وصغيرات. لا نوفيل كوليكسيون برانتون إيتي 2021 متوفرة موجودة، المايوات، توسكي لي شابو، حوايج البحر، حوايج سبور وغيره، حتى من الماعون والديكوراسيون، كله موجود عند جويس. دونك باج فيسبوك جويس، انستغرام جويس أوفيسيال، والسيت ويب نتاعهم اللي هو www.joyce.in للناس اللي بعاد على لي بوان فونت ويحبوا يشريوا. دونك تنجم تعدي الكوموند نتاعك اون ليني والليفرور يوصلوا لك قاعدتك، حتكش الباب الدار على كامل تراب الجمهوريه. مشكوره صافي. احنا بحثنا في البلاتو سحر السلامي. صباح الخير سحوره. شنو احوالكم؟ الحمد لله. اليوم باش نحكيو على كلمه باهي مقبل كيما العاده، باش ما تدخلش بعضك سحوره، باش نرجعوا بعضها لشيف. مرحبا فاطمه في الكوجينه، باش نكملوا مع بعضنا وصفاتنا توا بعد ما طاب البسكويت. ثم زينه اخرى قالت عليها الشيف فتحيه، نشوفوها معاه. الوغ انا هوني عندي المعجون تاع الجبه اللي هو بالكرموس، معروفه بالكرموس، بالكرموس الممتاز نتاعها جبه، والمعجون هذا اللي عملته سيكام حاجه خارقه للعاده كما تشوفوا فيه، معجون ايبي بنين، نكهه الكرموس فيه اون بلوس، فيه كد قرميشه صغيره تاع كعبه الكرموس، حاجه فريمون ممتازه. نجي ناخذ سكينه ونجي ندهن القاع نتاع البسكويت نتاعي، وتعرفوا اللي سيكام باش تركبوا على بعضه، باش تركبوا على بعضه كيما السابلي. وقت تاكلوا مطعم نوات كوكو والكرموس، ان مارياج اوغو خارق للعاده كيما تشوفوا هكايا، كل كعبه تشد اختها. تنجموا راهو تنوعوا في المعجون، تنجموا تعمل فريز، ابريكو، فوالا. كم سيكام عندها معناها باليت كبيره في المعاجن نتاعها، ومعاجنها بنين برشا. هذاك علاش كي تعملوا معجون هكايا باش تعملوا الفرق مثلا بين المعجون اللي بالكرموس وبين البسكوي اللي بالفغاز. نجموا في الزينة اللي بالفرقيتة كي تدهنوه مثلا بتاع الفغاز تعملوه قطع ومقطوع باش تميز الكعب على تميز، ولا الا ستار واحد يعطيك الصحه، باش نميزوا كل واحد باش نعبيوه باش ما نغلطوش. نعرفوا اللي دومي سيركل هذوما كرموس
إذا كان فريز شلطة واحدة، إذا كان مشماش نعمله قطع ومقطوع، وإحنا نعملوا إن فاريتي مزيانة وبنينة، بعد نرجعوا مع بعضنا نشوفوا النتيجة مع بعضنا. يعطيك الصحة شيف فتحية. أنا مشاهدينا حطيت المقرونة متاعي، قلت لكم اليوم مقرونة فل من عند وردة، اخترتها 5 سيريال، مقرونة بنينة برشا، قلت حتى لسبورتيف تعطيهم طاقة على خاطر فيها برشا ألياف تحافظ لكم على السكر في بدنكم طيلة اليوم كامل، حتى كي تخدموا معناها تحرقوا السكر بشكل بطيء. مع هذه المقرونة بعد ما حطيناها طيب، أنا الصوص متاعي في الأخر زدتها شوية ثوم شوية فلفل أكحل، وحطيت لها قرين فلفل أخضر يزيد يعطيها نكهة وبنة. المقرونة وهي سخونة سقطرها من الماء متاعها ونعديها مباشرة للصوص، خلطها بها باش تشرب الصوص الكل. هذه الأطباق تلقاوها زين طاولتنا، بعد شوية خلينا مع فاطمة. مشكورين للشيف، نعطيو كلمة للسحر اليوم باش نحكيو دونك كما قلنا على الكالمادول او مسكن فوري لالام الاسنان. كالمادول يهم وجيعه السنه والزرصه. اما قبل ما نحكي لكم كالمادول شنو فيه وشكون العباد اللي تنجم تستعمله، نحكيو شويه في ساعه في ساعه على وجيعه السنين. وجيعه السنين عندنا فيها ثلاثه انواع، عندنا زوز انواع يهموا التسوس اللي هما التسوس السطحي والتسوس اللي يخلط حتى للبولب دونتيغ او العرق. شنو الفرق وكيفاش تفرقوا بينات الوجيعه نتاعهم ووقتها ننصحكم باش تستعملوا كالمادول؟ دونك عندنا الوجيعة اللي كما قلت التسوس اللي يبدا سطحي، هذايا يبدا بروفوكي كان باغ لاليمونتاسيون، يعني ريفيرسيبل، معناتها كي تاكل انت حاجة تشرب ماء بارد ولا تاكل برشا حلو توجعك سنتك، ومن بعد كي توقف الماكلة تتنحى الوجيعة. وعندنا التسوس العميق اللي يخلط حتى للعرق أو البولب دونتيغ، وهذايا يكونوا لي دولوغ نتاعو أو الوجيعة نتاعو تكون ألافوا بروفوكي باغ لاليمونتاسيون كيما التسوس السطحي، معناتها كي تشرب حاجة باردة وكي تاكل حلو توجع، والا زاد سبونتاني معناتها تبدا انت قاعد في امان الله وتتحير عليك سنتك توجع. مي لي دولور يكونوا ديسكونتيني، معناتها ماهمش مش متواصلين، توجع شويه ومن بعد معناتها تقف الوجيعه ومن بعد تعاود توجع ومن بعد تقف. وان جينيرال اون جينيرال تتحير وقت اللي في الويكاند، وقت اللي معناتها في هكا في الليل اكزاكتومون، تحل في اوقات حساسه شويه. ودونك لازمنا نلقاو بيان سور مسكن فوري باش ان نوقفوا الوجيعه هذيك لو طون اللي نمشي ونشوف للدونتيست نتاعنا. الحاجه المهمه اللي ديما نحب نركز عليها انه راهو وجيعه السنه لازمها ان تريتمون ايتيولوجيك، معناتها لازمنا نعالجوا السبب نتاع الوجيعه اللي هو يكون التسوس كما حكيت انا. واليوم باش نقدموا لكم كالمادول اللي هو مسكن فوري، تريحوا به رواحكم نهيرين ثلاثه لو طون اللي تمشيوا للدونتيست نتاعكم. هذو ما زوز انواع نتاع التسوس. وفما زاد زرصة العقل، زرصة العقل اللي في لي بوسي نتاعها توجع على الاخر، دونك واغلب التوانسه يتشكاو من حكايه زرصة العقل. دونك سورتو اللي الوجيعه نتاعها ياسر تاثر على حتى على نتاع لومور نتاعك نهار كامل. دونك شنو ننصحكم؟ ننصحكم باش تستعملوا كالمادول باش توقفوا وجيعه السنين. دونك كالمادول شنو فيه؟ عندنا فيه دو برودوي اللي هما باش نبدا نحكي عليه. الكالمادول سوليوشن اللي هو ان اكستري كونسنتري دو كلو دو جيرافل، او مركز مستخلص من عود القرنفل، اللي هو عود القرنفل عنده لي بروبريتي انتي انفلاماتوار، دونك يوقف الوجيعه في اقل من 5 دقائق. هذايا ابليكاسيون لوكال، سوليوشن بار ابليكاسيون لوكال، تجي معاها الفوشه نتاعها، نعبيو الفوشه بالقدي بالقدي بالبرودوي ونحطوها فوق السنه والا الزرصه اللي توجع. وين ما تحسوا بالوجيعه، ولا كان حسيتوا اللي انتم عندكم وجيعه تجي وقت اللي تاكلوا، تنجموا تحطوا منه قبل ما تاكلوا بربع ساعه في معناتها في قبل ما تاكلوا الحاجه الحلوه ولا تشربوا الماء البارد باش ما يجيكمش فوالا اكزاكتومون، والا فوق زرصه العقل كيف تبدا في تعمل في لي بوسي نتاعها. هذايا ونستعملوا الكالمادول سوليوشن من عمر 6 سنين، دونك اقل من 6 سنين لا ما نجموش نستعملوه كالمادول، سينو الناس الكل تنجم تستعملو. المفعول نتاعو يقعد شويه سوايع، معناتها 3 إلى 4 سوايع، دونك انت وين ما تحس اللي زرستك عاودت قلقتك تعاود تستعملو مش مشكله قد ما اي وين ما تتحير عليك زرتك، ما فماش معناتها اون ليميتك اللي تنجم ما لازمك تقف عليها. لا في الايامات هذوك لو طون اللي تمشي كما قلت تشوف الدونتيست نتاعكم، معناتها خاطر سورتو اذا كان وصلت السوسه حتىش للعرق راه ماذا بكم معناتها ما تمشيو فوالا اي تمشيو في ساعه في ساعه، معناتها ما تخليوهاش لين تزيد ال سو كومبليك. سينو عندنا الكالمادول هذايا مكمل غذائي او كومبليمون اليمونتيغ اللي هو دي جيلول او حرابش.
مستخلصين من نباتات، ستة نباتات اللي هما الغوارانا، لاخباغو فيتون، سول بلان، غين دي بري، كاسيس، ولا لارتيبيكانت او الحريقه نتاعنا. سته نباتات عندهم المفعول معناتها انتي انفلاماتوار و انالجيزيك باش يسكنوا وجيعه السنين. تاخذوا منه ناخذوا منه من ثلاثه الى اربع حرابش في النهار. Le temps pour calmer les douleurs, le temps qui m'a dit on consulte le dentiste. Voilà. Mais le mukammal ghidai hadhay rahou nestamlouh min amr 12 sna. Ou بالنسبه للعباد اللي عمرهم اقل من 12 سنه ينجموا يستعملوا الكالمادول سوليوشن هذيا اللي حكيت عليها من الاول. فوالا. ونلقاو لي برودوي هذوما صحار؟ نلقاو لي برودوي كالمادول في لي فارماسي نتاع تونس الكل، بالطبيعه اذا كان فارماسي ما لقيتوش فيها تنجموا تكلمونا على 74 441 999. ما نعملوش ليفريزون، اما نجيبوا كالمادول اقرب فارماسي ليكم لداركم ولا لخدمتكم. واكثر معلومات باش تزيدوا تتعرفوا على لي برودوي نتاعنا كالمادول وفيغيدول ولي برودوي نتاع لونفول فارما الكل، تنجموا تدخلوا على باج فيسبوك وانستغرام لونفول فارما. مشكورة سحر السلامي الممثلة لشركة لونفول فارما في برنامج الماتينال. نخرج فاصل وبعد نرجع. طلت الأحباب والجارة عالخير تلمينا، غمزة وضحكة وتبارة على عزاز علينا. يا اللي بك فرحتنا، تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا، سيكا ميا العمارة وبسرها تزهينا. يلي بك فرحتنا، تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحتها ولات حكاية، وكتابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب، نجمة راك حرة. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر؟ يا ذا الأزهر مزهروني ديما مزهار، ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار الأزهر يخاف من مرته ومش نورمال. تي وينو الخبز؟ قلت لك سلق مش معدنوس، صابون أخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قضيتك. ما عندي الزهر كي خبيتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعه فيه؟ مع سمارت شيف مسهلها البنة. أنا خولة سليماني في برنامجي بوم مع خوخة، برشا تعب في التحضير والتصوير، أما كي ندخل داري كوجينتي.
Cuisina, votre cuisine autrement. سمحني اختي عندك امي بتتزنف لي قوي المناعه صف عايشك صف 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 سامحني اما سير عندك امي بتتزنف لك ما هو اللي قوي المناعه وفيه الفيتامينات هيا به امي بتتزنف اختي ريتو هذا يقوي المناعه اللي فيه زنك كله زنك وفيتامين سي وفيتامين دي صفا امي بتتزنف نشاط وحيويه إيميونيتي 19 مكمل غذائي لتقوية المناعة بعد استشارة الصيدلي.